حاسه اكيد شفت شريط حياتك مر قدامك عمر، صح؟ يعني حياتك شفتها قدامك. بس انا هقول لك بمنتهى الامانه عشان يعني قبل ما حضرتك تتكلم ممكن اختصر لك يعني. انا لغايه اللحظه دي انا مش مصدق ان انا عامل حاجه، واقول لك على موقف طريف حتى انا رغم ان انا بص يعني مش بحب دي ان انا. دي كانت ب 30 سبتمبر 30 اوغست، صح؟ انا عملت على فكره 30 اوغست 30/8 برضو. السنه اللي قبليها عملت حادثه في نفس اليوم على فكره، نفس سكن عربيه تانية طبعا. والله بصي الحادثه دي دي كانت 2019. كنت انا في انا قاعد في الجولف في الساحل، وكان خلاص يعني الصيف خلص كمان من ده، ووقتها كنت خلاص لميت لبسي وخلاص نازل. يعني انا فعلا ما شفتش الحادثه لغايه اللحظه دي. اقول لك حتى الكومنت بتاعي انا اول حاجه قلتها ايه؟ اصل انا قعدت 33 يوم في غيبوبه وانا ما اعرفش، فاهمه؟ والله ما اعرفش حاجه، ما اعرفش ان انا اصلا في غيبوبه. انا بحب الغيبوبه. ما اعرفش اصلا في غيبوبه. بقول لك انا ساعه الحادثه اول حاجه كان موجود زيدان، كان اول موجود ومجموعه من اصحابي اللي كانوا ورايا اصلا. المهم انا اول حاجه انا ماشي بالعربيه، كان في باص سياحه قدامي وفي قبلي في مارسيليا تقريبا الكومباوند اللي قبلي، وفي لفه كده. فالكومباوند اللي قبلي دوت ما فيهوش باب يعني غير الجولف، في باب انا شايف. فانا شايف فشمال يمين ده دي. انا كنت ماشي بسرعه، مش هقول لك ان انا ماشي، بس سبحان الله انت عارفه ان حتى بعد الحادثه بتاعتي ثلاث عربياتهم دول السنه الثلاث السته ماتوا والله يعني. وقبليها كل شويه حادثه يعني، كل ما اطلع الحته اللي انا فيها دي اخطر حته اصلا موجوده، عشان بقول لك القبليه ما فيش بوابه وفي لفه، فاللي بيجي يلف عايز يلف بسرعه مع اللي جاي بقى اللي سهران واللي خارج واللي رايح واللي جاي واللي مسافر، فاهمه؟ فمعرض جدا للحوادث، ومعظمها عيال صغيره يعني. طيب. معظمها عيال صغيره وسهرانه وعايشه حياتها. انا ما كان نفسي ابقى سهران، انت عارفه ما هو اللي مزعلني، كان نفسي ابقى سهران، ابقى خربان، نفسي ابقى في حاجه عشان ما ازعلش. لانه للصراحه تقال انك خربان. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم تقال انه والله ورحمه ابويا ما حصل. طب ازاي ما خدتش بالك انك عملت حادثه؟ ما انا اقول لك مش ان انا ما خدتش بالي، انا اقول لك بص بالراحه. فالباص قعدت بقول لك 5 و4 كانت يعني النهار طلع يعني مش مثلا احنا بالليل. فاديله كلاكس شمال يمين مفيش. طب اجي كده طب كده، هو ماشي على سرعته وانا مش هم... انا مش هينفع، انا عايز كل القصه خلاص، لان عايز اخش على عندي ما عديش الفتحه بتاعت ايه، ما عديش البوابه عندي، وعايز ابعد عن اللفه يعني عشان بيلفوا بسرعه. فالمهم اجي له كده مفيش، اجي كده مفيش، فرحت واخد معين بقى وايه، رحت مزود سرعه. فلما جيت زود سرعه انا مش شايف في قدامه ميكروباص. هي دي بقى كانت المشكله. مشكلتي كان قدامه ميكروباص انا مش شايفه. انا مش شايفه من ايه؟ عشان الميكروباص الباص كبير. فالمهم لما جيت رحت معدي، فخلاص انا 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 اللي هو ما عنديش حاجه اعملها لا ارادي، اللي هو انا عايز اخد زي غرزه يعني، انا اعمل كده، فاهمه ازاي؟ اعمل فنت سريع كده زي كوره. فطبعا انا لما جيت عملت كده راح الباص خبطني من ورا في طير الفرده اللي ورا. كل انا لغايه كده انا موجود يعني، لغايه اللحظه دي فاكر لما طلع كده. فراح ايه اللي حصل؟ راحت العربيه راحت خبطه في الرصيف الخرسانه الكبير، وراحت ردت تاني خبطه فين؟ في الميكروباص. راح رددني تاني، هما بيحكوا لي بقى. لما ردني تاني رحت كسر الرصيف اللي دوت، وانا فوق بقى على ايه؟ على تب عالي قوي، اتقلبت 8 مرات كده بالطول مش بالعرض يعني، حتى كان الازاز سليم. فاتقلبت 8 مرات كده لغايه ما نزلت تحت المشايه ما شاء الله، وخبطت في العمود اللي هو الكبير، فده اللي وقفني بس. فكل ده انا ما اعرفش حاجه بقى، اتنقلت المستشفى العالمين، وبعد كده جابوا عربيه. ما اعرفش حاجه بقى، مع ان بقى بص انا حقيقي غيبوبه، بس غيبوبه انا موجود يعني. جم قالوا لي انت جيت حتى بعد، انا خدت 60 غرزه في دماغي، وممكن احكي لك عن التفاصيل، بس كل ده انا ما اعرفش اي حاجه. فبقول لي انت حتى لما جيت زيدان اول حاجه راح قلع التيشيرت واداني التيشيرت بتاعه، فهو لما شاف الدم ما قدرش يغمى عليه وبتاع. فامتى يا جماعه انتوا بتشتغلوني ولا ايه؟ يعني والله انا كل دوت بحكي لك بقى. بص العربيه دي كان حلم حياتي ان انا اركبها على فكره. انا ما عادش العربيه ما عادش 24 ساعه معايا يعني، انا جبتها الصبح، عملت حادثه الصبح تاني يوم. المهم فوقتها حتى كنت عايز ادخل الحمام، فاهمه؟ فهم طبيعي هنشيلك وندق. لا ما عيب، ما ينفعش يعني، ازاي انت تهزروا يا جماعه؟ مش مصدق وضعك يعني، مش والله لازم والله العظيم مش متخيل وضعك. المهم بقى ايه حصل بقى ايه؟ جابوا عربيه بقى مجهزه وخدوني، واهل جم ومش عارف كل الاحداث دي كلها. انا المفروض ان انا قاعد يعني، هو المفروض ان انا عايش ده، بس هو ده انا مش فاكره. يمكن عشان كده اتقال انه اكيد كان معك حاجه او شارب حاجه او سهران او بص ما فيش حاجه بتتداري. بص اقول لك حاجه، هو انت لو ربنا اصلا مش راضي عليك كان ممكن يحطك زي ما انت بتقول يعني. ممكن واحد راح اوصله، واحده راح اوصلك، كان بيقول لك عشان كان معاه بنات. احنا في مصر اكتر حاجه بنتكلمها بنحب نتكلم في ايه؟ في الكلام اللي هو الفانتازي يعني، اللي هو نقلش.
فبس الحمد لله رب العالمين. لا على فكره انا صدقيني انا لو كنت شارب ملوش يارب على فكره، او انا ملاك على فكره، مش هتكسف على فكره، هتكلم واقول انا بني ادم على فكره. قلت لك انا الانسان خطاء قبل ما يكون عطاء، لكن والله العظيم ثلاثه ورحمه ابونا ما كنت اعمل حاجه. وده اللي مزعلني، هو ده اللي مزعلني ان انا يعني يا رب انا كويس يحصل كده، بس طبعا ايه ده كان ربنا. المهم بس احكي لي ما بقى خلاص بقى في لما جيت اول حاجه انا بفوق بقى بجد. فلما فوقت كده لقيت ايه؟ لقيت ناس حواليا كتير. هو انا اخر حاجه انا سايق العربيه. فالمهم هم حسوا ان عمرو زي ايه هيحصل له حاله، ايه اللي هو هلع كده. فالمهم جابوا الدكاتره، فانا مش انا كل ده بكلمهم، فسلمت عليهم وقاعد على السرير. هو بقى انا ما اعرفش حاجه بقى ان واخد 60 غرز ده، وان انا جالي نزيف داخلي ولا دريان بالموضوع، ولا عارف اي حاجه. فهم بقى نطيني وانا ما اعرفش، هم نطيني كده. فانا لسه بعمل كده وهم عارفين ان انا ايه خطر يعني. فالمهم الدكاتره لما الدكاتره دخلوا، فانا فهمت ان في حاجه يعني. فانا مش عارف بقى. فالمهم رحت قطع، حتى لما جيت قمت رحت قطع بتاعه وخطر عليا، حتى قطع نزفت وقتها. فكل حاجه بقى كل دماغي ايه تخيلي دي انتوا عاملين حوار عشان تقفشوا العربيه. والله العظيم بجد، بس انا دفعت الفلوس وما سجلتش بقى ورق ولا كلام من ده ولا اي حاجه. قلت ده بقى ايه، ده حوار عشان يقفشوا من العربيه.